يوم الثالث من أسبوع الفنون في مسك. تكلمنا أمس عن الريادة وكيف نحول البراندز والتصاميم إلى مشاريع جيدة يستفيدوا منها المصممين. اليوم حنتكلم عن البيج بيكتشر، عن كيف يجد العديد من المبدعين طرقاً ليحققوا الاستدامة الاقتصادية، وكيف احنا نقدر اليوم نسوي تمكين القطاع الثقافي من خلال وضع سياسات الأعمال الحرة واستخدام أساليب الممارسة. إيش هي ثقافة العمل الجديدة؟ وكيف يمكن للمبدعين اللي صار لنا قاعدين نشوفهم على مدار 3 أيام تحسين بيانات عملهم واستراتيجيات التواصل؟ كيف نقدر ندخل عالم الريادة الإبداعية؟ معنا اليوم ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي. ديمة تتمتع بأكثر من 18 عام من الخبرة في وضع الاستراتيجيات الرقمية التحويلية والمبادرات الضخمة. من المناصب اللي احتلتها ديمة هي رئاسة مؤسسة مسك للابتكار، وديمة هي الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الوطنية. عملت في العديد من المجالس بما في ذلك الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والمؤسسة لشركة وومن سبارك. دربت ديمة أكثر من 26,000 امرأة في مجال التكنولوجيا. معانا كمان الأستاذ هاني عصفور. هاني مهندس معماري، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، تلقى تعليمه في هارفارد وكان عضواً مساعداً في هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت. وصفته مجلة ميدل إيست أركيتكت بأنه أكثر المهندسين المعماريين المؤثرين في المنطقة، وهو الشريك المؤسس لبلاي بود، وهو أيضاً الشريك المؤسس للكتلة الإبداعية في بيروت، ومستشار أسبوع بيروت للتصميم مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التصميم. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا. شكرا ريم، وأهلا بديمة. السلام عليكم جميعا، برحب فيكم كلكم من دبي. ياريت كنا سوا اليوم مع بعض، وأشكر الله على التكنولوجيا الموجودة. الأخت ريم حكيت عن ريادة وحكيت عن ثقافة العمل الجديدة والاستدامة، وهؤلاء الأفكار هي يلي خلتنا نأسس جامعة بدبي، هي معهد دبي للتصميم والابتكار، يلي مبدأها أنه كيف نهيئ الشباب لحتى يكملوا مسيرة الابتكار في العالم العربي و ثم أكثر. يعني كيف نغير الفورمولا الإكويجن يلي هو نحن البلدان العربية عم نستهلك بس مش عم ننتج. ومثل ما الأخ ديمة رح تكلم عن هي كمان شو مصلي بحياتها عن كيف الابتكار بيدخل بعالم العمل البزنس. فنحن الفكرة كيف فينا نهيئ الطلاب لحتى يكونوا متهيئين ومتخرجين حاضرين لحتى يكونوا عم يستفيدوا وعم ينسنوا التكنولوجيا. يعني هدفنا نحن أنسنة التكنولوجيا. التكنولوجيا هي موضوع مهم جدا وهو موضوع شاسع جدا، ولكن إذا نحن ما عرفنا كيف بدنا ننسن هالتكنولوجيا مش رح نقدر نخلي هالطلاب يتخرجوا بطريقة يقدروا يهيئوا حالهم لمستقبل ماهر ومنتج ومبدع. فنحن ديزاين سكول، يعني جامعة تصميم، ولكن من أول سنة الطالب بيتعرف على كل معطيات الاستراتيجي البزنس، استراتيجية البزنس أوف ديزاين، و بيتعلم كل التكنولوجيات الجديدة، يعني من 3D printing, artificial intelligence, blockchain, AR, IR، يعني كل الذكاء الاصطناعي وكل الآليات والماكينات والأدوات، ونحن نعتبر تكنولوجيا
أداة لحتى نوصل لمرحلة. فنحن بنعلم التلميذ من الأول كيف يدمج التكنولوجيا مع استراتيجي مع التصميم حتى يكون حاضر، وإن شاء الله ديما بتقلنا كيف هالتحضير حيساعد مستقبل الطلاب. ديما تفضل. يعطيك العافية، ثانك يو هاني، وشكرا ل مسك الفنون لإعطائنا هذه الفرصة أن نكون جزء من هذا الأسبوع الشيق والحافل. أمس أنا كنت في زيارة لأسبوع مسك، وخرجت بمشاعر مختلفة وبأفكار أيضا مختلفة، فهذا exactly يعني بالصميم ما يعنيه الإبداع والابتكار. الإبداع والابتكار غلطوا كثير بمفاهيمه وقرنوه كثير بالتقنية، أنه الابتكار هي عبارة عن التقنية، وهي ليس actually غير صحيح. التقنية هي وسيلة فقط للتعبير عن الإبداع، التعبير عن الابتكار. فالابتكار يبدأ من الخيال، وإذا الشخص ما عنده هذا الخيال والإبداع ما يقدر يجد حل لمشكلة، لأن الابتكار بالأخير هي حل لمشكلة معينة نحن نتعايشها، فنفكر بفكرة أنه لحل هذه المشكلة. وإذا ما كان عندنا اللي هي مبادئ الخيال ونسج الخيال، وما نقدر نحل هذه المشكلة. لذلك أصبحت مفاهيم الآن زي الديزاين ثينكينج من أهم المواضيع اللي يتم تدريسها في عمر جدا صغير. كانت من أول الجامعة، قصدي الطالب الجامعي يدرس الديزاين ثينكينج، الآن بدأت تدرس في الابتدائي والثانوي، لما لها من أهمية جدا لتحفيز التفكير الخيالي والوصول إلى الأفكار والحلول. ومنها الآن نجد أن كثير من مفاهيم التعليم القديمة أصبحت الآن يدرس فيها الفنون لتعزيز هذا الخيال، اللي هي مثل STEM. STEM before كانت Science, Technology, Engineering and Math، الآن زادوا فيها حرف الـ A اللي هي Arts، لما وجدوا أنه جدا مهم أنه نحفز الأطفال منذ سن جدا صغير على استخدام الخيال واستخدام الإبداع في العلوم والرياضيات. من الأمثلة على أنه كيف أنه الفنون والإبداع والكرياتيفيتي تحفز على إيجاد الأفكار، أنه جي إي اللي هي جنرال إلكتريك، اللي هي الجلوبال كومباني اللي عرفت كثير بالمنتجات قطاع الصحة، الامراي، جهاز الامراي، وهي من الاجهزه اللي مخيفه لما الواحد بعيد عن الشر للجميع، انه لما يدخلها يحس بالرعب ويحس بالخوف من هذا الجهاز. فكانوا الاطفال لما يجون لاخذ هذه الفحوص الامراي كانوا يرفضون الدخول في هذه الاجهزه. فايش سوى جي اي؟ وظفت عدد او فريق من الفنانين، سواء كانوا من ال visual illustrations إلى فن التشكيلي إلى غيرها من الأنيميشن، اللي قدروا إنهم يصممون الأجهزة بطريقة تكون محفزة، لأن الطفل يقدر يروح للأمراي ويحصل على هذه الأشعة من غير خوف ولا غير لبك، وبالتالي زادت مبيعاتها جهاز الامراي اكثر لانهم غيروا او اضافوا هذه فاكيد اذا تقدر استاذ هاني انه تذكر لنا اذا هل انه الان تجدون ان الديزاين ثينكينج هي من مواد جدا مهمه لها تدرس في المعهد عندكم. شكرا استاذه ديما، وطبعا شكرا لمسك، انا نسيت اشكر فت بالموضوع من حماسي للموضوع، فشكرا لمسك لدعوتكم لنا وتشرفنا بمعرفتك استاذه ديما. ف يعني يلي قلتيه يعني تمام، يلي نحن بنفكر فيه هو التفكير التصميمي وتعليمه هو اساسي، والحلو فيه انه صار عم يتعلم بالسنين الابتدائيه مثل ما تفضلتي وقلتي. هلا في شغلتين مهمين بس بحب زيدهم.
انه موضوع جي اي الكيس ستدي تبعه كثير مهم جدا وبدل على قوه التصميم. بس انا بنصح الحاضرين والمستقبلين انه يدخلوا التصميم الاول مش كفكره اخر انه كيف فينا نزيد طبقه تصميم. فاذا التصميم دخل من الاول بالتفكير الاستراتيجي، وهذا هدفنا نحن تدريب الطلاب. مثل ما بتعرفوا الامارات ما شاء الله عليهم عندهم هلا تشيف ديزاين اوفيسر للدولة. فنحن نتمنى انه طلابنا وقت يتخرج يكونوا حاضرين لهالمنصب، يكونوا عندهم طريقة التفكير لحتى يكونوا مفكرين تصميميين وعندهم بعد استراتيجي مش بس انه شكلي. فبنفوت نحن بعمق الموضوع، بصير المصمم مفكر مش لآخر دقيقة لحتى نلاقي طريقة نلطف الوضع، بس الانسن التكنولوجيا من أول خطوة. فهذا هدف يعني دولي مش بس يعني عنا بالمنطقة. والدليل على ذلك الشركات يلي عم تحط ديزاين بالأول، التصميم بالأول، في شيء اسمه The Design Value Index يلي هو بضاهي Standard and Poor's، وبدل Design Value Index إنه شركات التصميم يلي بتحط التصميم بالأول، يعني مثل IBM، Apple، GE هلأ صاروا هيك عم تفكروا، ستاربكس يعني أشياء أكتر قريبة للديلي لايف تبعنا، نايكي، هدول الشركات بيدل ديزاين إندكس إنه الفاليو تبعهم أكتر من وراء التصميم من شركات عادية، لأنه ببلشوا من منطلق التصميم. خدوا شركة كيا السيارات مثلا، شركة كيا السيارات يلي من 10 سنين ما حدا كان سامع فيها، وصار عندهم بعد النظر انه من 10 سنين جابوا ذا تيم تبع اودي حطوهم عندهم ك اكزيكتيفز، مش ان ذا باك روم، ما حطوهم بالغرفه الخلفيه، لا حطوهم بالطليعه بالبورد روم، وصاروا عم يفكروا كيف بدنا ندخل الديزاين كالاولويه للشركه. وشوفوا كيف تحولت من شركه ما حدا كان سامع فيها لهلا شركه يعني حتى يعني أهم الناس عم تستعمل سيارة. صحيح. وأتوقع أستاذ هاني إذا أتفق معي بالرأي إنه الآن صرنا نعيش في نهضة أو في عصر الإكسبيرينس. يعني صار الآن ليس فقط الواحد يشتري منتج أو يروح يأكل في مطعم جس لغرض الأكل أو جس لغرض الشراء، صار إكسبيرينس. فأصبح الديزاين جدا مهم في ديزاينينج دي يوزر إكسبيرينس. صحيح. فألاحظها في الآن كثير when it comes to لحظة ديجيتالي، إنه قديش مهم. طيب حتى لو كان الابليكيشن أو الديجيتال سولوشن اللي تم تنفيذه ليس مهم فقط إنه يعمل، لازم يكون في الاكسبيرينس اللي يشد انتباه الآن المستخدم. على سبيل المثال، وهذا مثال حصل لي من كم يوم، قاعدين نطلب من جاهز، قاعدين نطلب الأكل، ففيتشر جديدة حطتها جاهز. طبعا غير عن أنه الكاستمر اكسبيرينس جدا جميل، بأنه سرعة الاستجابة للطلب، سهولة الطلب، أيضا كان في زادوا في لعبة gamification بحيث أنه you play أثناء مدة انتظار الطلب، فهذا يحفزك أكثر بأنك تظل على الابليكيشن، بأنك ما تطلع من الابليكيشن وتزيد عدد النقاط. أمثلة أخرى أيضاً الآن كمان من الديجيتال سولوشن اللي نستخدمها أنا ديلي بيس، اللي هي مثلاً جوجل على سبيل المثال. الآن because of artificial intelligence it was designed بطريقة أنه يفهم البيهيفير في المستخدم. فإذا فهم جوجل أنا إيش احتياجي الآن من السيرج، بيصير يجيب لي الريزولتس أسرع من أول. فمثلاً كنت أبحث على جزمة لونها أحمر اليوم، بعد يومين حيعطيني عروض، إيش هي العروض اللي موجودة في الإيكوميرس سوليوشنز اللي كنت أبحث عنها. فبالتالي صار عندي رغبة أكثر أني I use the solution. فقديش إنه الـ user experience والديزاينينج هذا الـ user experience الآن في عصرنا الحاضر صار شيء جداً مهم ومن الأولويات، وزي ما ذكرت أستاذ هاني يجي من الفكرة،
من البداية لازم النظر له، ولذلك أصبحت الآن الأشخاص اللي عندهم هذه الاكسبيرينس ار اكشلي مور فاليود، يعني وقيمتهم أعلى. تمام. وبسطت انك ذكرتي الذكاء الاصطناعي، لانه بحب وجه فكره جديده عم طورها، يعني ونحن عم نطور الجامعه بيطلع لنا افكار. في شغلتين طلعوا بالحديث استاذه ديما. اول شيء فكره الذكاء الاصطناعي، يعني نحن بنحكي انه صرنا بالثوره الصناعيه الرابعه، صح؟ انه اول ثوره صناعيه كانت من وراء الستيم انجن البخار، ثاني الكهرباء بعد 100 سنه، وبعد شيء 50 سنه قوه الانترنت والقوه الرقميه، يعني والروبوتكس وهالاشياء. فهي الثالثه والرابعه، نحن فتنا بالرابعه هي الذكاء الاصطناعي. بس يعني كل ما افكر فيها عم بيطلع معي انه اول ثلاث مراحل من هالثوره الصناعيه هي غيرت النمط العملي، يعني اليدوي، القوى البشريه، يعني فيزيكال ليبر، العمل الفيزيكال. بس الذكاء الاصطناعي اختيمه شيء غير بالمره، يعني شو بدي اقول لك، الذكاء الاصطناعي هو مش قوى فيزيكال بس قوة عقلية. فهي بعتقد أنا هي ثورة جديدة، مش مرحلة رابعة من ثورة قديمة، عرفتي كيف؟ هي ثورة جديدة لأنه نقلنا من العمل إلى التفكير. فأنت الإكزامبل اللي أعطيتيه، النموذج اللي أعطيتيه، طبعا هو مش عملي، هيدا ذكاء. فنحن لازم نهيئ الطالب ده يفهم أنه نحن بمرحلة ثورة جديدة كلياً، مش عم نكمل الثورة القديمة. فإذا عملنا هالشيفت، هلأ فهمت ليش ستيم دخل على الموضوع، مثل ما تفضلتي وقلتي إنه دخلوا الأرتس، هلأ عم يحكوا عن ستريم كمان، آر يعني رايتينج، يعني يزيدوا كمان فن الكتابة والتعبير، التعبير الشفهي والتعبير الخطي طبعا. فهي أول فكرة عم أفكر فيها وقتي وعيتين عليها. وتاني شيء في موضوع جدا جدا مهم، هو بموضوع الاكسبيرينس، الخبرة. يعني انت حكيتي عن كيف انه هلأ الناس عم تطلب خبرة. انا بعطي اكزامبل عطول لفسرها للعالم بطريقة بسيطة. شو هي الخبرة؟ يعني اذا انا رحت هلأ على محل بقال وطلبت منه قهوة، شو بتكلفني يعني؟ اي شربت قهوة. بس اذا رحت على ستاربكس رح ادفع 5 أضعاف فنجان القهوة من ما أخذته عن البقال. شو الفرق؟ يعني ما هي بالنتيجة هي ذاتها، هي الحبة عم تنطحن وتحط مع مي سخنة، بس ليش عم بدفع 5 أضعاف؟ ليش مستعد أنا وما بسأل؟ يعني بتقبل ما بشارته ولا بقبل. ليش؟ لأنه ستاربكس وغيرهم، يعني من هالكافيات، مش عم نعمل دعاية حدا، الفكرة أنه عم يعطيك خبرة. اولا في كونسيستنسي، وين ما رحتي عندك زاد الخبره. بس انا بعتقد بالنسبه في شيء مهم جدا ننسى، انه عم يخليني اقعد بالمحل وعبر عن هويتي. يعني انا عم بقعد بالمحل وعم عبر، عم بشترك مع اصحاب، عم بشتغل لحالي، عم يعطيني طرق، مجال، عم يعطيني مكان تعبير الهويه. فهذا هو برايي انا الاكسبيرينس. جميل. الآن أعطيتنا different perspectives أستاذ هاني على الـ experience. أجد أنه كمان كثير، وإذا تتفق معي أستاذ هاني، أنه استخدام التقنية بغرض استخدام التقنية، وبالخصوص في creative industry if we would look at it. وأنا أتوقع إنه استخدام التقنية يجب إنه تكون هي وسيلة فقط، it's a tool، وسيلة لأداة ليتم منها تطوير فكرة معينة، فهي ليست هي الأساس. ونجد هذا الشيء بدأ يطغى كثير على لما ننظر لها في ريادة الأعمال، فنجد انه كثير من الشباب انه يلجؤون
تصميم سواء كان عمل معين او ابلكيشن معين بغرض رياده الاعمال، الا انه يغفل على ان هذه الفكره تكون تحل مشكله معينه فقط لاستخدام التقنيه. تمام. عشان going back to your point اللي هي انه الديزاين لازم يكون في البدايه، لانه لازم نفكر ايش بالاخير الابتكار ورياده الاعمال كلها about ايجاد حل لمشكله نتعايش. صح. اذا ما كانت تحل مشكله لشخص اللي بيستخدمه او لشركه حتستخدمه، فبالتالي ما راح نحصل على المردود المادي منها. بس كمان قلت كثير استاذ هاني على موضوع انه هل في رياده اعمال في الكريتيف اندستري؟ يعني دائما في لغط في هذا الموضوع انه لا الكرييتيفز والفنانين ليس غير they're not business men and women. الا اني طبعا اللي لا اتفق معاهم بالراي، بالعكس يعني احس انه في كثير الكرييتيف اندستري مجالات للرياده تمكن بالاضافه للناتج المحلي للقومي، ايضا لخلق وظائف. فان الواحد اذا الفنان يفتح جاليري هذه بحد ذاتها is a revenue generator وايضا creating jobs for others. ان الفنان يفتح معاهد فنيه، ستوديوز فنيه، ايضا يعني طبعا الامثله كثيره بس جدا مهمه. مثال على ذلك ان فرنسا 0.2% من الناتج المحلي لفرنسا جاي من الكرييتيف اندستري، وهذا جدا قوي. يعني هذه اقتصاد بحد ذاته. اليونايتد نيشن الان تعمل دراسات لها 3 سنوات على كيف ممكن تحفيز الاورنج ايكونومي. الاورنج ايكونومي هي عباره عن اللي ناتج من الكرييتيف اندستري، كيف ممكن تعزيزه في افريقيا وكيف انها تكون مردود ممتاز لتزيد من الاقتصاد القومي الافريقي. فهذا اللي دائما احفز الشباب انه هذا البرسبشن اوف ذا كرييتيف اندستري المفروض يتغير، وكيف اننا ممكن ان نجسد الكرييتيف اندستري انها تكون ان ايكونوميكال ريفينيو اور ريفينيو جنريتور اند ايضا خلق وظائف. كثير كثير حلو وجميل كلامك استاذي ديما، يعني ميوزك تو ماي ايرز بنقول بالانجليزي، يعني شيء ما بعرف بالعربي كيف نعبر، بس لانه نحن عم نهيئ الطلاب ووقت نشوف انه بالاندستري وناس ما شاء الله مثلك متطورين بهالاندستري فهمانين هالقوة الابتكاريه وقديش مهمه لتطوير ثقافه العمل جديده، كثير بنبسط لاسمع هالشيء. لانه للأسف نحن لكل هالسنين يلي نحن ربينا فيها وتعلمنا فيها وبالعالم ككل التركيز على الأرقام، يعني إذا أنت بس روحي قعدي بكافي وين ما كان أو امشي على الشارع وين ما كان، شو بتسمع الناس عم يحكوا أرقام؟ فأنا عارفة 300 و400 و500 بتسمع الناس بس همهم أرقام، وهي أكبر وأصغر، يعني كل شيء بنحكي حول الأرقام. وأنا بعتقد هاي فرصة ضايعة، لأنه وقت العالم يطلع لورا ويشوف نحن عشو بنطلع على التاريخ، تاريخ الحضارات، دائما بنطلع على الفنون، على الابتكار، على أفكار. يعني وقت نروح على مدينة جديدة شو بنروح بنشوف؟ ما بنروح نشوف أرقام، بنشوف أشياء اللي صدرتها واللي صنعتها الكوميونتي، المجتمع الابتكاري، صح؟ فما بعرف ليش فيها الانقسام، لأنه المدارس لحتى الآن تركيز على الأرقام، يعني أرقام مهمة بس مش كل شيء. وبتعرفي أنت من المدارس، يعني أنا مدارس درست فيها بأمريكا أو بلبنان، التركيز الماث عنده كوفيشنت أكتر من غيره. طب ليش؟ صح؟ فهل البايس موجود عندنا بس نحن لازم نغيره إذا بدنا نحل المشاكل؟ يعني كتير حبيت كلامك أستاذي ديما عن شغلتين، إنه نحنا هدفنا نحل مشاكل أولا، وثانيا لازم نستعمل الخيال. سوري بس الأرقام ما رح تعلمني الخيال،
حتحرمني واحد زائد واحد يساوي اثنين وانتهى الموضوع، صح؟ مهم أعرف هالطريقة نمط التفكير، بس لازم أعمل له كومبلمنت بتفكير تاني هو خيالي. وهذا التفكير الخيالي يلي حكيتي عنه هو يعني وقت نحكي عن التفكير التصميمي ببلش من هالشيء. إذا بدنا نحل مشكلة لواحد بستعمل الخيال، بعد في إجر ثالثي لهالمقعد. أول إجر حل المشاكل، ثاني وحدة الخيال، ثالث وحدة تعاطف. يعني إذا أنا بدي حل مشكلة لحدا لازم أتعاطف مع يلي متأثر الموجوع من هالخلل لحتى افهم لإله حل يناسبه، مش يناسبني او يناسب الاداه الموجوده هي التكنولوجيا. فهي التعاطف هي اساس التفكير التصميمي. والله الحديث معك لا يمل استاذ هاني. I think they just said our time is up. الا هو ما انتبهنا للوقت. عجب. لقاءات ثانية إن شاء الله، ونشكر طبعاً مسك إنه أتاحت لنا الفرصة بأننا نتعرف ونلتقي بقامات بالكريتيف إندستري اللي ممكن أكيد يثروا لنا the ecosystem and we grow together. إن شاء الله، وفرصة سعيدة تعرفت عليكم، وبشكر مسك والجمهور جميعاً. يريتنا كنا سوا، بس الحمد لله الكل بخير. يعطيكم العافية.